كانت ماريا جوليا أسيس تجلس لتناول وجبة في منزلها المغطى في شمال لندن، عندما ركض ابنها البالغ من العمر 6 سنوات إلى غرفة الطعام ووجهه شاحب، وقد تمت مقاطعة لعبة الألغاز على هاتفه الذي يعمل بنظام أندرويد بسبب مقطع فيديو يظهر مقاتلين من حماس وعائلات إسرائيلية مذعورة ولقطات رسومية غير واضحة. وعلى شاشة سوداء ظهرت رسالة من وزارة الخارجية الإسرائيلية لطالب الصف الأول: سوف نتأكد من أن أولئك الذين يؤذوننا يدفعون ثمنا باهظا. وقالت أسس وهي نادلة تبلغ من العمر 28 عاما من البرازيل إن الإعلان ترك ابنها مهتزا وسرعان ما حذفت اللعبة. وقالت في مقابلة هاتفية الأسبوع الماضي: لقد صدم، لقد قال حرفيا: ما الذي يفعله هذا الإعلان الدموي في لعبتي؟ ولم تتمكن رويترز من تحديد كيفية وصول الإعلان إلى لعبة الفيديو الخاصة بابنها، لكن عائلتها ليست وحدها، فقد وثقت وكالة الأنباء ما لا يقل عن 5 حالات أخرى في جميع أنحاء أوروبا حيث تم عرض نفس الفيديو المؤيد لإسرائيل والذي حمل لقطات لهجمات صاروخية وانفجار ناري ومسلحين ملثمين على اللاعبين بما في ذلك العديد من الأطفال. وفي حالة واحدة على الأقل تم تشغيل الإعلانات داخل لعبة Angry Birds الشهيرة التي صممتها شركة ريفيو المملوكة لشركة سيجا. وأكدت شركة ريفيو أن هذه الإعلانات ذات المحتوى المزعج قد وصلت عن طريق الخطأ إلى لعبتنا ويتم الآن حظرها يدويا، ولم تقدم المتحدثة الرسمية للشركة تفاصيل حول أي من شركاء الإعلانات 10 أو نحو ذلك قد زودها بالإعلان. وأكد رئيس القسم الرقمي بوزارة الخارجية الإسرائيلية ديفيد سارناغا أن الفيديو كان إعلانا روجت له الحكومة، لكنه قال أنه ليس لديه أي فكرة كيف انتهى به الأمر داخل ألعاب مختلفة. وقال أن اللقطات كانت جزءا من حملة أكبر من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية التي أنفقت 1.5 مليون دولار على إعلانات الإنترنت منذ أن أدى هجوم حماس في 7 أكتوبر على المدنيين في جنوب إسرائيل إلى إشعال الحرب في غزة. وقال أن المسؤولين أصدروا تعليمات محددة للمعلنين بحظره للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، حيث دافع سرناغا عن الطبيعة الرسومية للحملة الإعلانية وقال: نريد أن يفهم العالم ما حدث هنا في إسرائيل، إنها مذبحة. من جانب آخر اتصلت رويترز ب43 شركة إعلانية أدرجتها شركة ريفيو على موقعها على الإنترنت باعتبارها شركاء بيانات خارجيين لمحاولة التأكد من هوية من وضع الإعلان في الألعاب. ومن بين هؤلاء الشركات استجاب 12 شريكا بما في ذلك أمازون، وقالوا أنهم ليسوا مسؤولين عن ظهور الإعلانات على Angry Birds. وقال سارناغا أن الوزارة أنفقت أموالا مع شركات إعلانية من بينها شركة تافولا وشركة ألفابت جوجل وجوجل وإكس المعروفة سابقا باسم تويتر. وقال تافولا أنه لا علاقة لهما بإعلانات الألعاب. وعرضت جوجل أكثر من 90 إعلانا لوزارة الخارجية، لكنها رفضت التعليق على مكان عرض تلك الإعلانات، ولم يستجب إكس المعروف سابقا باسم تويتر لطلبات التعليق. ولم تجد رويترز أي دليل على جهد إعلاني رقمي فلسطيني مماثل باستثناء عدد قليل من مقاطع الفيديو باللغة العربية التي روج لها تلفزيون فلسطين ومقره الضفة الغربية وهي وكالة أنباء تابعة للسلطة الفلسطينية. ونشر ممثل عن وزارة الخارجية التابعة للسلطة الفلسطينية بيانا قال فيه أن الوزارة تعمل على التأثير على الرأي العام من خلال تبادل الأدلة على المعاناة في غزة تحت القصف الإسرائيلي الذي أعقب هجوم 7 أكتوبر، لكنه لم يذكر ما إذا كانت تستخدم الإعلانات كوسيلة للدعاية. ولم يستجب ممثلون عن حركة حماس التي تحكم غزة لطلبات رويترز للتعليق على حملاتها الإعلانية. ووثقت رويترز 6 حالات في بريطانيا وفرنسا والنمسا وألمانيا وهولندا حيث شاهد الناس نفس الإعلان أو ما شابه ذلك الذي شاهده ابن أسيس، أو قالوا أن أطفالهم شاهدوها.
وفي حالة عائلة أسس ظهرت الإعلانات في لعبة تسمى أليانس ميريلاند من إنتاج مطور يدعى ليزي دوغ جيم، وظهرت إعلانات أخرى على وسائل تسلية رقمية مناسبة للعائلة مثل لعبة بناء المكعبات ولعبة الألغاز ومغامرات الجري والقفز. وقالت ألكسندرا ماريكينان وهي متدربة تبلغ من العمر 24 عاما وتعيش في ميونخ إنها فوجئت برؤية الفيديو المؤيد لإسرائيل يظهر في منتصف لعبتها السوليتير. وقالت كان لدي رد فعل عدواني للغاية تجاه ذلك، ولم تستجب لعبة ليزي دوغ لطلبات التعليق، كما لم يرجع المطورون الآخرون أيضا رسائل تطلب التعليق على الإعلانات. وأحالت شركة أبل وشركة ألفابت جوجل اللتان تراقبان التطبيقات على منصتهما البرمجية الداخليتين لهواتف آيفون وأندرويد على التوالي الأسئلة إلى مطوري الألعاب. وتختلف قواعد الإعلانات من بلد إلى آخر، ولكن في بريطانيا حيث تعيش أسس وابنها فإن هيئة معايير الإعلان هي التي تراقب الحملات الدعائية. وقالت الهيئة إنه على الرغم من أنها لا تحقق حاليا في أي إعلانات من الحكومة الإسرائيلية إلا أن أي دعاية تحتوي على صور بيانية يجب أن تستهدف بعناية بعيدا عن الأشخاص التي تقل أعمارهم عن 18 عاما. وانت تشرب قهوتك في فنجانك لا تستغرب أن هذه الإعلانات لا تصلك في العالم العربي، فالهدف هو أطفال الغرب والرأي العام هناك بعد المظاهرات العارمة في عواصم صنع القرار الغربي. رحم الله شهدائنا، وتذكر أن الصمت على الجرائم جريمة.